السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. لكم حلقة جديدة من لعبة ارك سرفايفل ايفولد. قبل البداية لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، ونشكر كل أصحابكم. خلونا نبدأ. طبعا وصلنا شهر رمضان. وصلنا شهر رمضان الحمد لله، يعني ان شاء الله الله يصبرنا على الصيام والصوم. الصيام والصوم نفس الشيء، الله يصبرنا على الصيام ان شاء الله. فهلا هذا حيكون واحد من اخطر الفيديوهات اللي راح اسويه. حندخل اخطر كهف باللعبه، واللي انا قدرت اكتشفه واللي هو خليني اسوي له ستوب انيبل وان. اوكي هذا هو في 1900. اوكي هلنا هذا الذئب نشوف دمجه 340 وال هلتا 1600، هذا 2000. هذا الذئب كويس، كان الدمج تاعه 431. طب نشوف هذا الذئب جود تيست وولف هلتا 2175، الدمج 449 والهيلث 475، 2175. هذا الأسهم. أولا أوكي أول شغل نحتاج نسويها نفضل الأغراض اللي معنا، معي أوزان والذئب الوحيد. النبيل واللحوم هي مش تنفي هون، الطعم بحطه أنا. اوكي انا اروح على الخزانة نحط هذا وناخذ احسن غاز ماسك 433. ميتين خمسة وأربعين، 327، 2436. طبعا شايفين بلاك بلور عندي كتير. لا مش هون. نحط كل الأغراض. بحتاج أحط ثاني. هاي كنت حاطة شدّة قوية أنا هون. هاي مية واحدة. يعني بحتاج أسلحة، هاخد معي هاي الأسهم. البلو برنتات. محتاج الغاز ماسك هذا. هذا محتاج اني اسويه بس ما عندي حديد، عم بنسى ايش بدي اخد. ممكن نسمع ولا بتعمل نخليه بعدين هاي القصة. محتاج اني اصلح هذا، ما اظن عندي حديد لكن نشوف ان شاء الله يكون عندي. لازم بدي اخذ فبر كومباوند بو، اظن هذا اقوى واحد. يعني لا هذا مش قوي.
اوكي هذا اللي معي اقوى واحد. من بعد اللي هذا نحط هذا مكانه. هلا نحتاج زي خوذ للهذا. نيني اعطيه هاي للذئب، لا اعطيها ما عندها ارمر. بحتاج ارمر انا لراس الذئب بس ما عندي. اعطيني هاي البو كويسة. هنا نشوف في عندي اي خوذة. لا اصح يمكن انا ما كنت صح. الجود تيست هذا كويس 130 مفرد. سبعة وعشرين دقيقة نص ساعة تقريبا. خمس دقايق وبعد رسم الفيديو شوفوا لكم وصل للدمج تاعها 259 أو 260 يعني أكيد حيكون جبار. عندي شغلة مفروض أوكي أنا بترجم لكم من داعي أو فايدة. أنا القرف من هناك أحسن مخلوق. بعدين جيجا هذا الجيجا إزعاج. في عنا هذا الجيجا الأحمر. هنكسر الحجرة. هذا واحد من أول الإنتاجات اللي سويتها. نشرب ماي ناكل. اول ماي بشوف اذا عندي عندي ميديكال. اوه هذا قوي كتير بيرفع 70% هيلث. اوكي نايس. اذا لازم استعجل قبل ما يفسدوا. بدي اعرف بس هلا الذئب هذاك بتحمل وزني ولا لا. الجود تيست هذا ما اللي بدي اياه. بدي الجود تيست. اوكي كسر لي هذا وكسر. انا عندي اوزان ثقيلة. نشوف ايش عندي. اوف هذا 12 كيلو. اوكي رجع لي هذا. رجع لي ستون. رجع لي الرصاص. الو اوكي تتحملني ان شاء الله. اه بتحملني ناس. ترى هاي مخاطرة اول مرة راح اسويها. يعني خليني اسكر الباب. هذا باين له ضيق. تقريبا خليني اسوي لكم فيه كيميكازي ونروح نشوف القناه.
ارجع عشان ما يكتب. طبعا شايفين شوية اختلافات اللي هلا بقولكم السبب. حطيت هاي البواب لان ايش قنابس مرة فتحت بيتهم فراحوا كسروا الفاونديشن اللي من الوود هاي اللي تحت مش مبينة وهربوا. هلا لازم اترك البوابة بسرعة تقريبا. لازم هلا اطلع فوق عشان ينسوني. نطلع فوق عشان ينسوني. اسف خلاص هي روحت. بس اظن مشروم فاشل. يمكن تحتاج يكون عندها خشب بس مش عارف. هيا نرجع بس اطمع اذا صام بهاجمه ولا لا. اوكي نسيوني. مرحبا. هذا ليفلو عالي. لا واحد من ليفلو عالي. اوكي خلينا نجمع. طبعا يمكن ما اروح بالجريفن انه هو بالرد للكهف السام وبخاف يموت علي. فاروح بالبتر لانه مش كتير مهم. ايش دريعة. اوكي نسوي له هذا. طب يعني ترى تقريبا كبير ضايل له شوي بس وبيكبر. ليه حاطه صوت الصوت كتير وصل 60%. صرت متحمس اني اجربه كتير. كمان هذا الذئب جاهز وانا البتفل. دي اتأكد هذا الشليكو جوعان بجوه ولا لا. بس ما بعرف ايش بياكل. اوكي وانا البتفل تعال. اتمنى تكون تسمي وزني. يلا السمنة تاتو أكثر من الجريفن. السمنة تاتو 800 وخمسمية. الجريفن 500 بس إيش مع سرعة الفائقة بتحمل. ما هذا بطيء. كيف باكج بنفسجي. خلينا نشوف إيش فيه. أعطوني ثلاثة إنشنت أمبر. هاي شايفين الكهف اللي بالردود. اوه طلع ورسبن كتير حديد هون. نايس. قبل لما كنت اجي ما كان في حديد. فبلكي بسوي هون مستعمرة حديد. طبعا انا كمان قربت اتلفل. فهلا بلكم الخطة. عندي هذا ما فيش. طلع صار تقريبا النص. يعني النص تاني بتنزل. فاللي انا هذا دستنيال فورج انه بسوي لك 12 حديدة ب 18 ثانية. قربنا على الكهف يا بيتر. لم
بطيء. طبعا هاي أسوأ منطقة بالنسبة إلي بالردود، هي الردود. بعدين التلج، التلج في الذئاب مرة. بتذكر يمكن قلت لكم يمكن لا على الكوز اللي كنت مروضه، أول ما قلت لكم عنه إجوا ذئاب شالوه بثواني. إيش قد الدنيا وقتها بوص كوتزل تاني من المهمة تاعتهم، وعطوني لفلت ماكس تقريبا، ورفعت له السرعة ماكس ليفل، بس ضايل له كم ليفل وبصير ماكس. وتذكر ما روضنا التيركس وتربيرد ليفل عالي. اوف يتجمع 40 برونت ليفل 25 ميل. يمكن لو كان في ميل كان روضته. قربنا على الكهف. وهون ما اذكر انه كان هون. بس يعني عادي البتردون يموت علي، مش عارف. بس لو في على الاقل كرايبود يعني ارك موبايل اكرهك. كريه حتى ما في من فايدة يعني، اذا ربطت ما لا بتقدر تركبه ولا شغلة، بس هيك منظر. بس ممكن بسيرفر البي في بي بس ما في من فايدة. يعني تموت من المخلوقات الشرسة اللي بقى. نستدي the good test wolf. اوكي الترجم خليك اسكت. اظن بضرب حاله بضرب حاله قصدي بضرب ال بضرب الاعداء. والان نطلع. هاي حجر. شوف المنظر في بداية. تعرف أنا عمري ما توقعت إني أدخل الكهوف، لكن نسيت شيئا مهما جدا وهو صناعة سرير. فلا لازم أصير أبدأ بجلد المخلوقات بالذئب شوية بالعيد والمستلزمات الطبية عشان نصنع سرير. يعني ذئب اجا، يا مرحبا. نشوف ايش بده اتخذ. ضلي بنسى وود ثاتش فايبر وهايد. تعال هنبدأ نجلد فيك ان شاء الله. اول فريسة في يومي، خلينا كمان لفله صح. وفي كم دمجو؟ 200 هل في هلا 283؟ الله يرحمنا بالكهف، هذا اللي حاحكيه. المشكلة راح نموت. تعال 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 تعال. اعطيني الهاي. اوه نايس 44 خلص بكفي. اوكي جاء. اصلا اخوي كان معي بس ما كان بيحكي. كيفك؟ الحمد لله. انت تخربطت. ايش عندك تحكي لي؟ ما ادري شو. خلي بالجمع لحم للداير وولف عشان بس ينزل هيلث وطعمين. تمام. معي هيلث طلع كبير بيزيد 70% من الهيلث. إذا أقرب أموت أشرب مياه ونهرب. لا بالكهف السام والكهوف الصعبة بقول لك الصعاب.
لازم تسويه ادخل واهرب بس انجب حياتك، لازم روح على الاسفل تحط التخت خلاص. ما كان نفسه، لما نحتاج نموت وساعات نحتاج شجرة ثانية نكسرها والباقي يموت. مش عارفة ان الاكس تاعي مختفي ولا بايش بدي اكسر هذا. اوه هاك بدر اشعر نلف اسمع الفاونديشن. اتمنى ما حدا يكسر. اي ايش صار؟ كاين شباب خايف حط الذئب اسف نلبس الغاز ماسك اكويب. بسم الله ارمي ردي. كانوا خطيرين جدا لحد الان ما في شغله. ما دخلت كيف صار هدوء البلات اعلى البلات شفتها بس اوعك يعني ما توقف ان شاء الله ما انام. اي بدي نفك التاثير. نايس هدول العناكب بس بدي اتفاداهم. بس مين اخترع هالكهف؟ تعرفوا بعدين ايش بدي؟ اوكي بقول لك ادخل من هاي الحفره خلاص. حلو كيف دخل ماي صوت طائره كان طرنا فوق. لو بقدر اتحكم بالاعدادات تاعت اللعبه كان كبرت الكهف عشان الطائرين يقدروا يدخلوا. اوكي لحد الان امور هيلثنا تمام، ما طلع لي اي مخلوق شرس غير هذول يعني هذول العناكب. العناكب بالحقيقة مقرفين، باللعبة مقرفينهم بزيادة كبار وسمان. نجرب ناخد يمين لانه بعرف انه كويس. اشرب اثنين. ايش هاد الضوء الازرق؟ مش راح اروح له، احس انه في مخلوقات. الماء سام تبي بس يتفلوا عليك واركض باسرع شغلة عندك. حس حالي جبت العيد مش عارف. حس لف لي كاتب لي لف لك قليل ما بتقدر تدخل هلا. بنشوف. يلا يا ذئب استنى هلا حطني اتدخل. كل اللاعب اللي راح يتدخل حتى راح اضل احاول اشيلهم. ما استنى مش اساس الكوماندو ابي اصح سريع كمان. شكرا من لك يا بالجيجا. اوكي هلا بحتاج الذئب انه يكمل عليهم ضربات اصعب مني. بدي اشيلهم كلهم بعدين استريح شوي وما راح. لا تعال موت بس موت موت. هلا بدي هلف الديب خلاص. بكره العناكب خلاص بس حفوت اخذ هذا الارتفاكت ومع السلامة. ما راح ترجع تشوفوني. حاسة انا عم بمشي بدويرة صح ولا لا؟ بس هاجي اوقف المنطقة. شربوا هاي شربوا هي اللي بروح تأثير العناكب.
والله العالم عليهم نمشي بدوائر. في حفرة مفروض دخلتها بس ما رحت لها أو يم ما انتبهت عليها. نمشي هون. حصلنا. فأضرب وامشي عشان نذبحهم. ان شاء الله ما يعني. اخذت معي توت ابيض. قمي لحم 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 بيالك كثير. متنا. قمي لحم. ثواني صبر صبر. بس امشي. يا ربي. لا العناكب. متنا. ما تدري. الآن حان وقت الهروب التكتيكي الإنساني. والإنسان تخيلوا سوية ترى بكون إنسان غريب. واو. كل هذا مشيته عشان أطلع برا الكهف. أنا فشل. مش هذا التأثير. والله كنت أقدر. أدخل. إيش بتقولي أدخل لحالي ولا مع ذئب تاني؟ مع جيجا. لا يا ريت. أرك الأصلية بقدر أسوي الإعدادات يعني بكبر الكهف. مرة أحمد يوسف دخل بالجيجا. نجيب ذئب تاني. والله لا. ايش الفايدة؟ صح. يعني صح اسوي لهم تاك للساركت حخاطر فيهم على الفاضي. لفلاتهم عالية. شكرا مش راح ننجح. اوكي برجع لكم بس. اوكي محاولة رقم يكون ناصر او يا مشكله ايش اللعبه عدم تمنعني اني افوت لانه ليفلي قليل. اتركوني تمام بدي افوت بدي اخذ اللوت الاسطوري هداك. انا حسيت انت روحت طريق صح بيوديك للارتيفاك بس ما طلعوك. يمكن تعال قرب عشان يكون صوتك واضح. الكهف الثلجي اللي كنت احكي عليه اصعب كهف بالتاريخ. صعب كتير. هذا سهل اسهل من هذاك ترى المعلومات. هذا الارمر تاعه بس 12 الخوذة. فاذا ما تعرفوا السبب موتنا هذا هو سبب الموت. او هذاك شيء يمكن انكسرت الهلمة تاعته. لازم نرجع زين نسوي لهم حركة اللفة التكتيكية. اوكي غلطة كبيرة. ابلعوا بلعنا. وما اجت فين التفلات تاعتهم. اجت ما انت بتحكي بتيجي عليك. مقرفة كمان. يا ريت لو هون في دخل. حاسسهم مسكرين الدخلات صح؟ عشاني خليني اعيش. مش فاضيلكم تمام. حاطين لي تانك واحد من اقوى التانكات اقوى من التايتن. ايش اسمه؟ تركوني. طيب غريب الاغنية. بتخوف. ليك انه حاسس بالحقيقة داخلك كيف في حشرات عملاقة مقرفة. أظن هاي الفتحة اللي أنا ضيعتها مفهوم دخلت منها. هالكهف غلطة كبيرة إني دخلته. شكرا معهم حق عمري صغير جدا. أظن هاي الفتحة ارتفاكت. ارتفاكت وات سهل تمزح.
شكله أسهل من الكهف في التلج. ننزل؟ انزل لانو المكان ضيق فوقك، ما في حاجة فوقك. نزلوني عشاني. ارجعي لبلك عالي ان شاء الله ما اندمني عم بحاربك. نادت اصحابهم، اصحابها مش اصحابهم، حسنا ما عم بوصلوا لي صح؟ بقولك تضرب، عم بجولي عم بجولي عم بجولي كلهم قطيع. قلت له في سلاح نار هون، كان هلا صنعته وحرقت حرقتهم كلهم. بس اشيل هاي، كم هلثها؟ اوه بسيط. ليش 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 يا حلو، ليش خاطرك بحياتك؟ شيلها لهاي حشرة قبيحة. اوه شكل بخوف، مش مهم. خلي الديب يموت صح ولا لا؟ غريب الديب الاضعف كيف ما مات، كيف عاش؟ حسيته صار سهل صح؟ لا كيف حتحطها؟ مش المفروض صنعت هذا. اوكي درسنا اثنين. نايس ديب. شو انت بتحكي؟ هذا بيختفي حتى بتشتغل اذا انت تدمش. بروتكتد فروم بويزن. هاي ذئب تحت، ايش بتسوي؟ بس ايش تمام؟ بس طعمي لحم عشان ما بطريعة اشيلهم. كم واحد؟ واحد شيله خلاص، ما في وقت، ما في وقت. لا ارمي كل شغل عنده يا اهل الاسهم، يعني بتعرف ولا اللحم. الكيراتين مهم بس حاخاطه بقى النكات. ليش؟ عشان يحطها. لا. واو كيف مع طب لابس الهذا هيك حضل. واو وين جبت ماكس استميل انت هذيك بتقيم التقدر كيف الابيض ما استميل كيف راح نصحى هيك حضل؟ طبعا لما دخلت مع ناس بيخدروني اظنهم يرموا علي. اوكي خلينا نصبر ساعات وايام وسنين. اوكي شباب ما بعرف ايش صار لكن سميت لكن الذئب موجود. هلا والله ما بعرف ايش السبب، شكلي كان في جليتش وكنت قاعد عم باكل ضربات بس اللعب ما بتحرك. اكون عم تتدمج. مش عارف كيف. هلا هاي كيف حتنحط؟ هلا عمرك قليل. حط فوق حط فوق. ناخذ الفاونديشن هيك ممكن ترسم تعلق. انمي ستراكتشر. طب مين الانمي؟ ممكن حد يفهمني. الارتيفاكت يا ساتر. والله يا ساتر شو سويت؟ ميت العنكبوت. خفت شفت عملاقة. بس يعني مين الانمي؟ مش عارف يمكن يعني نبتة اللي بتحط تفسير بالكهف فاتن. اظن بتقدر بس لازم ابعده. الزبدة خلينا نمشي.
بعد ما حصلنا الارتيفاكت هيا بنا الى خارج الكهف السام. صوت العناكب اسوأ صوت سمعته بحياتي. مش فاضي ولك فتحت لي تاعت التايتن، ايش بدي منها؟ تاخذ باكج احمر مغري، ناخده مين؟ ناخده، مخاطرة كبيرة، ما في شيء مهم. اوكي انكسرت الخوذة تاعت الذئب، فلازم نمشي قدامنا وحوش، قدامنا عنكبان او عنكبوت. فبلعنا بلعة مبلوعة. اوكي ان شاء الله نوصل. اوكي معلش نحط التأثير، بمر جنبهم ورجع التأثير الكريم. رحموني لو سمحتم، مش فاضي لكم. تمام عندي اشغال اهم منكم. اوكي بس استمنا. اوكي اللاعب عادم بتخدر شكله صح؟ يلا rest in peace. رست انتي في الذئب، ولكن خدمت انا بشكل كبير، خدمتنا صراحة. الله يرحمك الله يرحمك. وفكرته مات والله. انا كمان طلع لي زي علامة لقد توفي المرحوم الذئب داير وولف. هلفت بسرعة، ما بهلك حركتهم غلطة، مفروض طعمات لحم. أنا عم بنوم من الذئب أصلا، هل لازم أتدخل؟ هلفها 2900 وأصلا هاي العنكبوت الثاني. لا زي البولومون سكوربيون. مئتين وثمانين. اوكي حاولت انقذ الصراحة، لكن لم استطع. من دروع عشان تاكل، ما بدي اطلع برا عشان اكمل المهمة ويعطوني اكس بي واتلفل. يعني وصلنا ولا حسنا برجع. 100,000 اكس بي، 100,000 ولا كم؟ لفلين عطوني 100,000 اكس بي. تخيل لو انت دخلت الكهف السام وطلعت وانت ليفل صفر، كم ليفل حتطلع؟ لا هيك احسن، حتلفل 70 ليفل ما بعرف، لا اقل 30. اوكي ايش نرفع؟ صراحة الذئب هداك خدمنا خدمة قوية صراحة، اشكره اكثر شكر. انت شكرا انك وصلتنا، بس هلا حجيب الجريفن انه احسن منك. يا البطيء سميه البطيء. اوكي وزن؟ لا. سرعة؟ هل لا واحد سمينة. يا هلا والله بالجمال. شوف ايش الفرش سكوبز، ما بدي اياها، بدي هاي. هذا يا ريت لو انا طلعت كل شيء يا كان خليتنا نبسط شوي. اوكي ايش بنحتاج؟ ايش ما بدي؟ اتوقع 200 حديدة تقريبا. بكره الحديد، بس ان شاء الله هلا بنبطل نحتاجه كثير. انت استدي لي الجريفن، وينك يا البارت مير؟ قريب الاسم، فكرت حالي سويت لهم كلين. اسمه بارتير مير، بارتير مير زي البارتنر، يعني اللي بكون معك صديق وقت الضيق.
اوكي صراحة فرحان كتير، نجمع شوي نتسلى. ما اظن ختمنا ايش هلا في مهمات نشوف ذا نيون. لازم اسوي لها الاتريبيوت، خليني اسوي لها اباندن دقيقة. هاي ما في كهف ثاني؟ انا خلصت 74% من اصل 74% من المهمات. الكهف هداك قريب من اللافا، دخلته ما بقى اللافا دخلته في كهف جنب جبل. انا لا حروح اسوي المهمة، لازم اروح لواح من الابسلك، حروح للاحمر. بس شوف هلا يكون هذا كيف، الله صنع خيالية. كان راح يموت. هاي تعال 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 في مخلوق تاني. خلاص شكرا. في الأغراض نعم. أوريوت وفيش هالمسألة كم الدمج بطخ من غير من غير رصاص؟ رصاص ولا نهائي. اوف زي كان عندي مفتاح، تذكرت المسدس شفت واحد بيستخدمه وعطاني درع ريوت. دروبلتي 17,000، بقدر اتحمل بقدر اتحمل عدة جيجا. ابي اوبن اب بس نمجو 560 ايش 560 يا ريت 65 عادي. بدأ دخلت لي سيفر بالمفتاح أه؟ لقيت لي واحد واحد رمالي واحد دمجه 1000 تقريبا او 500 بالماجنم هذا اللي كان. الان خلينا نرجع البيت. اوك وزن هلا والله ليفل 25 تعال بلا تعال يا الحبيب. اوف عطيته 600 جد؟ ما بعرف كم عطيته يا البطيء. تعال عندك هون اسرع مخلوق طائر. اوكي في باكج هون اسرع روبي. الى البيت صراحة سوينا انجاز كبير في هذه الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم صراحة. الحين بس نرجع البيت، خاطرنا بذئبين والحمد لله الذئب الاول ما كان منه لا كان منه فايدة صراحة، يعني عرفنا على الطريق. اما الذئب التاني فهو اللي ادى المهمة صراحة. كنتك وطيت بس شكل لاعب غريب. ايش هذا بتحكي كأنه ابو ولد صغير معلق ب ظهر ابوه. هلا كيف بدي اركب؟ تضغط الكل اجا عندي كان سويت له فولو بعدين سويت له ستوب وركبته. هاي البيت هناك عند هذيك الجزيرة.
حوض ما في اي مخلوق بيجي عند الكهف السام او عند بابه. اشياء جيدة شكرا بس مش لهالدرجة والله. بس نجرب هذا الجيجا الادولوسنت. اوه وصلنا نص ساعة شكله او انا صلي. اوكي هلا خلينا ندخل جوا البيت دقيقة. هاي ابلع. هلا بحتاج فابريكيتر. تعال يا حبيبي. من وين هلا بدي اجيب له 2500؟ ححاول اجيبه خلف الكواليس لكن مشكلتي مع البوليمر. 400 يا الظالم. البوليمر بده 2 اوبسيديان وسمنتين بيست. بحتاج 800 اوبسيديان و 800 سمنتين بيست. سمنتين بيست عندي كتير. طلع عندي 1300. ممكن انجز بهالحلقة صراحة. كرتوتيك نشوف البلو برنت الريو كم بده. ارمور كويس بس بده 800 بوليمر. بقدر اجيب هداك الثاني بس هيكون صعب صراحة. طيب خليني اسوي شغلة اجرب هذا الماك بوم اللي جاني. وين الرصاص تاعه؟ ثواني ندور عليه. لا درست الكنون بول. لا ان شاء الله حنيجي لتربيض التايتل. اوكي نسوي ريلود. هيك هذا الاطخ ما راح يوقف وما في داعي اسوي له ريلود. الله يا السلاح. الله جرب نشوف. بس خير السبام هذا. انا بدي احكي لكم عن مشاكل عندي. اوكي فيرتلايزد ايج. طب من وين جبتها؟ ما سويت له ميتنج انا. كم بدها؟ 4 ساعات. هذا ميل صح؟ كيف خليت تسوي ميتنج مع هذا الميل؟ وصراحة حوقف الهنية. بس ينضج هذا جاع. وات هاي لا يوجد لحم. في لحم ولا بعيد؟ كل هالكبر وانت بعيد. تعال بس تمام. تأكد. بدا يزيد. محتاج لحوم فممكن اطلع رحلة بالجيجا واصير اجيب لحوم واجمع. هذا الماجنوم صراحة حلو يعني شكله حلو بس ان شاء الله افوت لهذا الكهف السام اكتر واجيب ايش اسمه اجيب ماجنوم اقوى. أنا ذي أنا كل شغلة الحمد لله أمورنا تمام. لكن باين في بسوي في طريقة حلوة لتربيض الجيجا. لكن واحدة من المشاكل الكبرى هي ترويض مهمة ترويض الإكوس. كريهة كتير صعبة. فهذا هو يمكن بس أروضه هتيجيني. سد المخلوق اللي هو التايتن. فشباب ترقب ممكن الحلقة الجاية ترى تكون طويلة التايتن. ما بعرف بس ممكن
تعال خلينا نسوي هاي مهمه هانت باسل صور سريع سريع. وين الدولفين؟ ناخذ الدولفين ولا الباسل؟ الدولفين اخر الدنيا. عشان بجمع لي ماده جميله. ليش نقطه بجمع لي هاي الماده بصنع بصنع فيها زيت. نحتاج ان بس نشيله وكيف ادوكم نفكر عن المهمة للمبتدئين. تراني على ليفل عالي نسيت اجيب الخوذة تحت التنفس لكن هي واحد ولا ساركو. هي ساركو ايش هنسوي؟ تعال ابلع. لو ممكن لقي لنا بس لسونرس بحتاج بحس المناطق اللي فيها ما انت بتحكي لنا شباب. أظن حسب المهمة خلف الكواليس أولا ثانيا إن شاء الله نكون وصلنا مش عارف مالي لهون نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين عشان كل أصحابكم تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. هاي وأشوفكم نحن هذول هاي ما بتعرفوا مين انا. انا تانك اشوف اذا في اي باسل. مبين انه ما في. اوكي خرب علينا النهاية. فلهم كنا لهم نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسونا باللايك والاشتراك والقناة اذا ما كنتم مشتركين نشان كل اصحابكم تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.